بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا زي ما احنا شايفين الحالات التحكيمية كرة زي ديت في مباراة الاهلي والبلدية، يعني ديت لا كرة زي ما انتم شايفين كده الدايرة الحمراء متعلمة على رجل اكرم توفيق. اللعبة ديت فيها اذى متعمد، طبعا هي بنجيبها بالصورة واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. كرة زي ديت فيها اذى اللاعب الاهلي اكرم توفيق، فيها تبطيل كرة، فيها اذى طبعا كبير، ممكن كانت رجليه تتكسر فيها لا قدر الله. بس الاغرب بس من حكم المباراه محمود ناصف، تخيلوا ان كوره زي ديت اللي حسبها فاول ولا ادى انذار ولا ادى طرد. والاغرب كمان ان حكم الفار لا استدعى حكم الساحه ان هو يشوفها ويبص عليها، حتى لو تحسبها ان هي تهور من لاعب المحله ممكن تديله انذار، وده كان الانذار الثاني للاعب لانه كان لسه واخد انذار قبلها على طول. فالقرار ده كان ممكن يخلي بلدية المحلة يلعب ب10 لعيبة بعد طرد اللاعب ده، لانه كان في كل الحالات يا اما طرد مباشر، وده بالاجماع على كل الناس ان هي طرد مباشر. كورة بقى زي اللي معانا ديت زي ما احنا شايفين الخط اللي مرسوم ان كان كهربا مش متسلل في الكورة ديت، والكورة دي بعدها راحت لكهربا، وكهربا اتشد في قلب منطقة الجزاء. بس حكم الراية، الحكم اللي كان موفق في اغلب القرارات اللي احنا عشدنا بيه طبعا، انه كانت قراراته في التسلل سليمه الا الكره ديت شعر بتسلل، وكان ممكن الفار فيها يرجع يبين ان هي اصلا ما كانتش تسلل ويرجع يدي ضربه جزاء للنادي الاهلي اللي كان من حقه ضربه جزاء بعد شد الكهرباء في منطقه الجزاء. بنشوف طبعا في مباراه تانية ان الكره دي بتتحسب، كور كمان زي اللي بتيجي في رجله الاول وبعدين تيجي في ايده بتتحسب، بس مع النادي الاهلي الفار تقيل شويه، استدعائه بيبقى تقيل شويه على النادي الاهلي، لكن لو هيلغي بيلغي في ثانيه. طبعا معانا الكره اهيت اللي جت في رجل لاعب بلديه المحله او مدافع بلديه المحله، وبعدين جت في ايده بعد ما قفشه بيعرضها من ناحيه اليمين. هنا جايب الحاله عشان اقول ان هي فعلا مش ضربه جزاء، لان الكره راجعه من رجل اللاعب لايده. ده اللي شفناه في ماتش بيراميدز وفيوتشر، الحكم نادر قمر الدوله لما راح واكد ان هي ضربه جزاء مع انها نفس اللعبه بتاعه النادي الاهلي. بس هنا القرارات او المعايير بتختلف، لان في توجه تقريبا كده، في توجه لان خلاص الزمالك بعد عن المنافسه، فبقى البيراميدز مش هيفقد اي نقط في المرحله اللي جايه، اي حاجه هتتحسب له. زي ما احنا شفنا طبعا اللعبه ديت بتتحسب في مبارياته وما بتتحسبش للنادي الاهلي. في كل الحالات انا مش شايف لا دي ضربه جزاء ولا دي ضربه جزاء. طبعا عشان الناس بقى اللي بتتكلم على كوره محمود المتولي ان هي فيها اللي طلعت اتكلمت قالت ان الهدف الثاني للاهلي او هدف الفوز مش صحيح اللي جابه مودست، ان في فاول اصلا على محمود المتولي. شوفوا كده بالظبط اللاعب بتاع بلديه المحله بيختل توازنه وبيحاول ان هو يقع، يتحايل على الحكم ان هي فاول، ومحمود متولي رافع ايديه الاثنين ولا لمسه، مجرد احتكاك عادي. ومادام الكوره مش في حوزه لاعب الاهلي ولا لاعب البلديه، يبقى المفروض ان الكوره فيها تنافس من الاثنين، ومادام فيها تنافس من الاثنين يبقى من حق الاثنين يروحوا، ومادام مفيش دفع ايد محمود متولي مرفوعه، والكوره طبعا راحت لعمر كمال بيقلش عشان تروح لمودست اللي بخطوط الفار ان هو مش متسلل عشان يبقى الهدف صحيح للنادي الاهلي. الناس برضو طالعه بتشكك في فوز النادي الاهلي.